إسراء بقى بتمثل إيه؟ بتمثل البني آدم اللي بيقع في الجهل وفي الـ يعني هي نفسها تخلف بأي طريقة، فبتروح المعبد فنكتشف إنها طبعا. تم اغتصابها في المعبد. بتسأليني أنا؟ هي إسراء شبه، هي بتقول مونولوج مهم جدا لعلاء لما بيضربها، بتقول له كل ست عندها حاجة حلوة عايزة تبينها للي بتحبه وجوزها، ومهما كان عندها حاجات حلوة الست اللي ما بتخلفش تفضل طول عمرها عندها حتة ناقصة، فهي عايزة تسعده قبل ما تبقى عايزة تحقق أمومتها. وده وهي دي الشخصية، هي شخصية معطاءة وما كانتش متخيلة ان الموضوع هيوصل للي وصلت له، لان دي من العادات والتقاليد والحاجات يعني مش لازم تبقى منتشر بس هي موجودة. فهي شخصية بتحبه بجد ونفسها تسعده بجد، وحتى لو وصلت من الخطأ إلى الخطيئة عشان تسعده. ولما بيحصل هذا الاكتشاف هي بتفضل إنها تختفي. هو أنا بحس إن هي إسراء عليها ضغط، أو بتمثل بالنسبة لي على الأقل يعني بتمثل الضغط اللي على الست في العموم. يعني أنت ما خلفتيش فهي غلطتك أنت، مش هنسأل هي غلطة حد تاني ولا لا، انت اللي ما خلفتيش، ولما عملتي حاجة انت بتعمليها عشان تساعدي حد تاني فعلا قبل الأمومة هي عشانه، وعشان تعملي ده انت اللي اغتصبتي فبقت غلطتك انت برضو، ولما جبتي بنت فهي غلطتك انت برضو، فانت اللي هيسلموكي فانت هتنتحري وهتبقى غلطتك برضو. فهي هو في نوع ضغط كده، وانا مبسوطة بصراحة ان هو اتحط كله في الشخصيه دي، لانها من الحاجات اللي بتهمني ومش مفتعله ومش مقحمه ان كل الحاجات دي موجوده في شخصيه واحده، لانه هو ده حقيقي، هو كله عباره عن انه انت اللي لازم تحلي كل المشاكل، جوزك ده بيخونك يبقى انت اللي في حاجه عندك ناقصه، انت كل حاجه انت، كل الغلطات عندك انت. فانا بحس ان ده اللي بتمثله اسراء.